الشعب الأوكراني العظيم، قبل عام في مثل هذا اليوم ومن هذا المكان تحديدا، تقريبا في الساعة 7 صباحا، خاطبتكم ببيان موجز استمر 67 ثانية فقط. سنهزم كل التهديدات، القصف، القنابل والصواريخ والمسيرات الانتحارية وانقطاع التيار الكهربائي والبرد. نحن أقوى من كل هذا. كان عام التحمل وعام الرحمة وعام الشجاعة وعام الألم والأمل وعام المثابرة والوحدة. نحن لم نهزم وسنفعل كل شيء لننتصر هذا العام. ريك نسلامنشتي لوتي ريك.